بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي شرح مادة دراسات تجارية باللغة العربية قسم اللغة الإنجليزية الفرقة الرابعة. هنبدأ الجزء بتاع التسويق. أول فصل هنبدأ نشرحه النهاردة أكمل إيمان نمرة أربعة. يوجد التسويق في حالة التبادل ويتطلب التبادل وجود زي ما قلنا التسويق هو نشاط إنساني موجه نحو إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية من خلال عملية التبادل. أول حاجة التسويق نشاط إنساني بمعنى إن بيقوم به بني آدمين أو بشر زيه زي الإنتاج وزي التسويق وزي التمويل وزي التخزين. نمرة اتنين إن التسويق بيرتبط بالحاجات والرغبات غير المشبعة لدى العملاء. يعني يوجد تسويق لما يكون طبعا طالما وجد بني آدم هيبقى فيه عنده أو إنسان أو عميل بيبقى عنده حاجات ورغبات غير مشبعة. الرغبات غير المشبعة دي بيشبعها من خلال المنتجات. يبقى النقطة الثالثة هي المنتجات. المنتجات هي وسائل إشباع الحاجات، والمنتج قد يكون سلعة أو خدمة أو فكرة. المنتج ممكن يكون سلعة بمعنى سلعة مادية أقدر أدركها بالحواس، يعني أقدر أمسكها في إيدي وأتذوق إذا كانت بتنفع تتذوق وأشمها إذا كانت تنفع تشم إلى آخره. والخدمة برضو منتج بس إيه برضو بيشبع احتياجات العميل لكنه غير ملموس، زي خدمة النقل وخدمة الخدمات المصرفية إلى آخره. نمرة ثلاثة يوجد التسويق في حالة التبادل ويتطلب التبادل ثلاث حاجات. نمرة واحد وجود طرفين هما البائع والمشتري. الطرفين دول هما طرفي التبادل. نمرة اتنين كل طرف يمتلك شيء له قيمة عند الطرف الآخر. يعني البياع بيمتلك سلعة أو خدمة وفي نفس الوقت المشتري عنده حاجة غير مشبعة وعنده فلوس أو سلعة يقدر يبادلها مع الطرف الآخر. نمرة ثلاثة كل طرف من الأطراف اللي هو البائع أو العميل قادر على الاتصال بالطرف الآخر، لابد إن يقدر يتصل بيه. طب لو ما اتصلش بيه كأن يكون واحد هنا وواحد في بلد آخر وما يعرفش يتصل بيه، خلاص مش هينفع يتم الاتصال. الاتصال بأي وسيلة اتصال. ويقدر كمان يسلم المنتج، يعني أنا كبائع أقدر أسلم للعميل المنتج أو السلعة أو الخدمة وفي نفس الوقت العميل يقدر يسلمني القيمة بتاعته سواء كانت فلوس أو كريدت أو كانت سلعة أخرى. آخر نقطة بقى إن التسويق يمارس في ظل بيئة غير مستقرة، يعني بيئة دي لما كانت بتتغير مش بيئة الجزء الثاني هو مراحل تطور مفهوم التسويق. في عندي 4 مراحل: مرحلة التركيز على الإنتاج، مرحلة التركيز على البيع، مرحلة التركيز على التسويق، مرحلة التسويق الاجتماعي. المرحلة الأخرانية اللي هي التركيز على التسويق الاجتماعي. ترتب على تطبيق المفهوم التسويقي إن في كتير من الأضرار بدأت تلحق بالمستهلكين والمجتمع في الأجل الطويل. إزاي؟ إن في كتير من المنتجات ممكن زي البيبسي كولا مثلاً دي بننتجها تشبه احتياجات العميل لكنها شربها بكميات كبيرة بيؤدي إلى إن هو بيأثر على المينا بتاعة الأسنان. وكتير من شركات مسحيق الغسيل بتنتج بتتنافس مع بعضها عشان تنتج مسحوق غسيل يلبي رغبات العملاء، فبدأت تزود المادة للفعالة فترتب عليها إن نفس الغسيل أو القماش أو الهدوم اللي بيلبسوها العملاء بدأت إن هي بيحصل لها نوع من من هنا ظهر مفهوم التسويق الاجتماعي. إيه هو؟ بيرى إن مهمة المنشأة هي نحدد رغبات العملاء والسوق ثم نشبعها بكفاءة وفعالية أعلى من المنافسين من خلال مزيج تسويقي طبعا منتج وسعر وتوزيع وترويج يناسب احتياجات العاملين، ان يتم ذلك بطريقه تحقق مصلحه المستهلكين والمجتمع في الاجل الطويل. ندخل بعد كده على اهميه التسويق. اهميه التسويق بتبان ازاي؟ اول حاجه من خلال الاهميه على مستوى الافراد او المستهلكين. اول حاجه ان التسويق بيساعد على ايجاد المنفعه الشكليه. يعني ايه ايجاد المنفعه الشكليه؟ يعني ان هو التسويق بيساعد في انتاج وتوفير السلع بالشكل اللي بيريده العملاء من خلال ان هو بيكشف لي عن الاحتياجات، بيقول لي احتياجات العملاء اهي 1 2 3، فانتج السلعه اللي تشبع الاحتياجات دي. فاذا في الحاله دي انتج سلعه تتلائم مع احتياجات العملاء او شكلها او تكوينها يناسب احتياجات العملاء فيتوفر فيها المنفعه الشكليه. نمره اتنين المنفعه الزمانيه بمعنى توفير السلع في الزمان المناسب او في الوقت المناسب للعميل. يعني لو عميل عايز السلعه دي في الصيف اوفرها له في الصيف، عايزها في الشتاء اوفرها له في الشتاء، عايزها صباحا بدري في الساعة 6 صباحا اوفرها له 6 صباحا، عايزها في اي وقت اوفرها له. فانا لو وفرت السلع في الوقت المناسب فهنا بتتوفر فيها منفعة زمنية.
المنفعه المكانيه ايضا يساهم التسويق في ايجاد المنفعه المكانيه، بمعنى توفير السلعه في المكان المناسب للعميل، بمعنى لو العميل عايز السلعه دي في سوبر ماركت معين جنب بيته يبقى اوفرها له في نفس المكان، عايزها في محل اخر في حته معينه اوفرها له في المكان المناسب. فاذا التسويق بيساهم ايضا في ايجاد المنفعه المكانيه. الحاجه الرابعه بيساهم التسويق في ايجاد المنفعه الحيازيه، من خلال ان العميل مش هيقدر يستفيد بالسلعه دي الا اذا اشتراها فانتقلت ملكيتها اليه، فيعني بيحوزها، وهنا بيساعد التسويق في ايجاد المنفعه الحيازيه من خلال ان هو لو العميل مش عايز يشتري سلعه معينه وليكن مثلا عربيه ثمنها كبير بيقدر يقسطها له على اقساط تناسب احتياجاته ويقدر يدفع كل قسط، فمن هنا بوفر له منفعه الحيازيه. المنفعه المعلوماتيه بمعنى ان العميل عشان يشتري سلعه معينه ويقدر يستخدمها ويشتريها ويختارها ويستهلكها بشكل كويس لابد ان توفر عنده معلومات جيده، ومن هنا التسويق بيلعب دور ان هو بيوفر هذه المعلومات من خلال وسائل الترويج اللي هي البروموشن المختلفه، سواء كانت اعلان، سواء كانت بيع شخصي، سواء كانت ترويج، اي وسائل الترويج. اخر حاجه بقى ان التسويق بيساهم في رفع مستوى معيشه الافراد وترشيد استهلاكهم، ان بيوفر لهم السلع اللي هم عايزينها فبيشتروا سلع اللي هم عايزينها مش اللي ايه ممكن ما يكونوش مستغنيين عنها. ننتقل بعد ذلك اهميه التسويق على مستوى المنشاه. التسويق طبعا بيساعد في اول حاجه انه بيعرف للعملاء ونقدر نوصل لهم نتفوق على المنافسين، فبيزيد من القوه التنافسيه ويقدر يزود اللي هي الماركت شير بتاع المنشاه، ان خليني ابيع اكتر وبالتالي حصتي في السوق بتزيد، وبالتالي ايضا بيساعد التسويق في زياده مبيعات المنشاه وارباحها. على مستوى بقى المجتمع بيساعد التسويق في استغلال الامثل للموارد بتاعه الدوله. بعد كده بنتكلم عن الفصل الثاني اللي بنتكلم فيه عن تجزئه السوق. فبنقول ايه؟ ان السوق، كلمه سوق معناها ايه؟ اللي هي الماركت. كلمه سوق معناها لسلعه معينه معناها كل العملاء او اللي بيشتروا مني، سواء كانوا حاليين بيشتروا مني فعلا دلوقتي او الفعليين او المرتقبين لهذه السلعه او الخدمه. والسوق طبعا بيتكون من اعداد كبيره من العملاء، ما بيكونش من عميل او اثنين، ده بيتكون من اعداد كبيره من العملاء، والعملاء دول بيختلفوا في نواحي كتير زي العمر والنوع سواء ذكور او اناث والوظيفه والدخل والاتجاهات والحاجات والعادات الشرائيه وحاجات كتيره جدا جدا. المنشآت طبعا ما يقدرش شركه معينه بتاعت مسحوق غسيل ان هي مثلا او شركه عربيات او شركه ثلاجات ما تقدرش تشبع كل احتياجات العملاء في السوق. من هنا ظهر مفهوم تجزئة السوق. يعني ايه مفهوم تجزئة السوق؟ معناها ان الشركة هتقوم بتقسم السوق، يعني العملاء، الى اجزاء او قطاعات، كل قطاع بيتكون من مجموعة عملاء او مشتريين بيتشابهوا في الخصائص، يعني قطاع مثلا ثلاث قطاعات كل قطاع بيتشابهوا في الخصائص، وبعدين القطاع كل قطاع بيختلف عن القطاعات الاخرى في الخصائص بتاعته، وبعدين بتختار المنشأة قطاع او اكثر وتحدد رغبات وحاجات العملاء فيه وتشبعها من خلال مزيج تسويقي امثل، يعني توفر لهم منتج وتوفره وتبيعه وتعمل له ترويج وسعر ملائم له. اسس تجزئة سوق المستهلك النهائي. بالنسبة للسوق انا عندي نوعين من السوق او العملاء، في عندي مستهلك اخير او نهائي وعندي سوق منظمات. المستهلكين اللي هم الافراد اللي زيي وزيك اللي بيشتروا السلع بغرض الاستهلاك الشخصي، وعندي النوع الثاني من العملاء اللي هو المنظمات اللي هو الشركات يعني بمختلف انواعها. فاحنا دلوقتي بنتكلم عن اسس تجزئه سوق المستهلك النهائي. اول حاجه الاساس الجغرافي. هنا بنقسم السوق الى نمرة واحد، ممكن اسس كتيره بقى زي المحافظات، زي درجه التحضر، زي المناخ مثلا. بالنسبه للمحافظات بنقسم السوق، السوق بنقول هو عملاء حسب المحافظات اللي هم موجودين فيها، فبنقول ايه؟ العملاء الموجودين في المحافظه س، والعملاء الموجودين في المحافظه ص، والعملاء الموجودين في المحافظه ع الى اخره. نمره 2 درجه التحضر، برضو بنقسم السوق حسب المناطق الجغرافيه. يعني ايه؟ في عملاء بيتواجدوا في مناطق ريفيه بيبقى لهم احتياجات معينه وسلع معينه، وعملاء اخرين بيتواجدوا في مناطق حضريه اللي هي المدن برضو بيبقى لهم حاجات رغبات معينه. عملاء ايضا بيكونوا في مناطق مثلا زي الشاطئ مثلا زي اسكندريه وزي السويس مثلا، دول بيبقى لهم برضو احتياجات وسلع معينه. او ممكن نقسمهم برضو العملاء دول على اساس المناخ، فبنقسم العملاء الى عملاء بالمناطق الشماليه في الدوله، وعملاء بالمناطق الجنوبيه،
وعملاء بالمناطق الغربية وعملاء بالمناطق الشرقية. الأسس الديموغرافية بقى، هنا بنقسم السوق أو العملاء إلى نوعين، ذكور أو إناث أو رجالة أو ستات. نمرة اتنين طبعا لها حاجات كتير. الأساس التاني الديموغرافي اللي هو العمر، بنقسم العملاء طبقا لفئات العمر إلى ممكن مثلا العملاء أقل من 6 سنين، أو وفئة تانية مثلا العملاء من 6 إلى أقل من 12، والفئة الثالثة العملاء من 12 إلى أقل من 20 إلى آخره. فإحنا هنا بنقسم العملاء إلى فئات العمر المختلفة، وبالتالي كل فئة عمر لها خصائص معينة ولها احتياجاتها المعينة من السلع والخدمات إلى آخره. نمرة ثلاثة في الأسس الديموغرافية حجم الأسرة، وهنا بنقسم العملاء لأسر ذات، أسرة بتتكون مثلا من فردين، وأسرة بتتكون من 3 إلى 4 أفراد، ومجموعة ثالثة أسر بتتكون من 5 لـ6 أفراد وهكذا. يبقى هنا بنقسم المجتمع السوق إلى فئات، كل فئة تشمل حجم معين من الأسر. الأساس الثالث اللي هو الديموغرافي الدخل الشهر، وهنا بنقسم العملاء طبقا لمستوى الدخل. مثلا نقول ايه، الناس اللي دخلها اقل من 3000 جنيه وبعدين العملاء اللي دخلهم ذوي الدخل من 3 الى اقل من 6، وبعدين نقسم فئة ثالثة اللي هم من 6 الى اقل من 12 وهكذا. يبقى هنا بنقسمهم حسب الدخول بتاعتهم. الأسس السلوكية بقى، هنا بنقسم العملاء حسب أسس سلوكية اللي هو سلوكهم الشرائي مثلا او سلوكهم العادي كمسالكي. فبنقسمهم اول حاجة حسب تكرار الشراء، وهنا بنقسم المشترين الى مجموعتين، الى اكتر من مجموعة. المجموعة الاولى غير المشتري اللي ما بيشتريش، يبقى العملاء اللي ما بيشتروش السلعة بتاعتي. طب العملاء المجموعة اللي بعد كده اللي هي اللي بيشتري، اللي بيشتري ده ممكن نقسمه لاكتر من فئة، اللي بيشتري بشكل منتظم والفئة اللي بتشتري بشكل غير منتظم. نمرة اتنين ممكن نقسم العملاء حسب المنافع اللي هم بيشتروا ليه السلعة من اجلها، يعني انا بشتري السلعة ليه، عايز منها ايه. فهنا بنقسم العملاء او المشترين حسب الغرض من الشراء. واحد الناس بتشتري السلع بغرض الاقتصاد يوفر، بعضهم بيشتري بغرض الملائمة ان السلعة دي ملائمة له، او بعضهم بيشتري السلع لانها بغرض التفاخر، يعني واحد بيشتري سلعة كده عايز يتفاخر بيها، او بيشتريها بغرض الحصول على المنفعة، منفعة بسهولة يسر. فهنا بنقسم العملاء حسب المنافع اللي بيشتروا منها السلع. خلي بالك الاساس ده صعب شوية ان احنا نكشفه. المعدل نمرة ثلاثة بقى اللي هو الاساس الثالث، معدل استخدام السلعة، بمعنى بنقسم المشترين الى واحد غير مستخدم، وبعدين الفئة الثانية اللي هم المستخدمين، بس المستخدمين هنا بنقسمهم برضو فئات، مستخدم بمعدل قليل نمرة ثلاثة، مستخدم بمعدل متوسط، او مستخدم بمعدل كبير. الاساس الرابع من اسس السلوكية في تقسيم سوق المستهلك الاخير هي درجة تفضيل او ولاء العميل، بمعنى بنقسم العملاء الى واحد عميل ما عندوش ولاء، يعني ما عندوش ولاء، ما بيحبش السلعة دي بانتظام. النوع الثاني اللي هو بيفضل السلعة بس بدرجة ولاء قليلة، او درجة ولاء متوسطة، او درجة ولاء كبيرة شوية. يعني ايه درجة الولاء؟ يعني مثلا واحد بيحب دايما كل ما يقرا جورنال الاهرام، يبقى ده نسبة الولاء عنده عالية. واحد مرة يشتري اهرام، مرة يشتري اخبار، مرة يشتري جمهورية، يبقى درجة الولاء هنا قليلة وهكذا. نتكلم على الشروط الرئيسية لتجزية السوق. اول شرط امكانية القياس، بمعنى ايه؟ ان الخصائص اللي انا بقسم على اساسها السوق الى قطاعات اقدر اقيس هذه الخصائص، يعني اذا كان سن اقدر اقول من كذا لكذا، وبالتالي امكانية قياس حجم كل قطاع. اتنين امكانية الاتصال بالعملاء، اي لما انا اقسم السوق الى قطاع او اتنين او تلاتة او اربعة اقدر اوصل للقطاعات اللي انا عايزها من خلال الترويج ومن خلال التوزيع. نمرة ثلاثة حجم او ربحية كل قطاع، لما اقسم السوق لقطاعات لابد يترتب على تجزئة السوق وجود قطاع كبير او مربح عشان اتعامل معاه يبرر ان انا اعمل له مزيج تسويق ان انا اتعامل معاه، لكن لو كان غير مربح يبقى بالحالة دي مش هستفيد من تجزئة السوق. اخر حاجة وجود اختلافات بين القطاعات والخصائص، يعني ان انا لما اقسم السوق الى قطاعات حسب خصائص معينه المفروض كل قطاع يختلف عن القطاعات الاخرى في الخصائص. لو كان السوق كله شكله بعضيه يبقى مش هينفع ايه اجزئه. استراتيجيات التسويق
او استراتيجيه التعامل مع السوق، استراتيجيه التعامل مع السوق بعد التجزئه للسوق. اول حاجه استراتيجيه عندي الاولى هي استراتيجيه التسويق الموحد او غير المتنوع، وبعدين نمرة 2 التسويق المتنوع، وبعدين 3 التسويق المركز. اول حاجه استراتيجيه التسويق الموحد معناها ايه؟ معناها ان الشركه بتبص للسوق كله وتدور على الحاجات اللي بيتشابهوا فيها وتعتبره كانه قطاع واحد، وتنتج له مزيج تسويقي واحد، منتج وتوزيع وسعر وترويج، ويروح للحاجات اللي هم بيتشابهوا فيها. وبالحاله دي ان الشركه بتستخدم مزيج واحد وتتعامل مع السوق كله. الاستراتيجيه الثانيه اللي هي استراتيجيه التعامل مع السوق، برضو استراتيجيه التسويق المتنوع، بمعنى ان انا بقسم السوق الى قطاعات 1 2 3 4، 1 2 3 4، وبعدين افرض مثلا قررت ان اتعامل مع 3 قطاعات، يبقى في الحاله دي هتضطر تعمل 3 مزيج تسويقي، كل واحد فيهم بيتكون من منتج وسعر وتوزيع، وكل واحد فيهم يلائم قطاع معين من قطاعات السوق. استراتيجية التعامل برضو مع السوق اللي هو التسويق المركز، بمعنى ان الشركة بتقسم السوق لقطاعات وتختار قطاع واحد او اتنين، وبعدين بتعمل لهم مزيج تسويقي يناسبهم. فانا افترضت هنا في الرسم اللي قدام حضراتكم ان انا اخترت قطاع واحد وهو القطاع نمرة 2، بشوف خصائصه ايه وانتج له او تعمل له مزيج تسويقي واحد من منتج يناسبه وسعر يناسبه وتوزيع يناسبه وترويج يناسبه. أسس تجزئة سوق المنشآت. الحقيقة هنا احنا زي ما قلنا في الأول إن أنا عندي نوعين من السوق، سوق المستهلك أو المستهلكين اللي هم الأفراد، ودول بيشتروا السلع والخدمات بغرض الاستهلاك الشخصي لهم ولأسرهم. النوع الثاني اللي هو السوق بنسميه المنظمات أو منشآت، أو بنقول عليه تجاوزًا سوق المستعمل الصناعي. يبقى المستهلك هو شخص بيشتري، مستهلك بيشتري السلع والخدمات بغرض الاستهلاك الشخصي. النوع الثاني ده شركة أو منظمة يعني بنسميه مستعمل صناعي، هو منشأة بتشتري السلع والخدمات لأغراض أخرى خلاف الاستهلاك الشخصي، يعني ما بيشتريهاش، بيشتغل على حاجة تانية. وده بيتكون ممكن نقول إن هو بيتكون أساسا من 4 فئات رئيسية. أول حاجة سوق المنشآت الصناعية، يبقى دي عبارة عن بيتكون من منشآت صناعية. يعني إيه منشآت صناعية؟ مصانع، ودي بتشتري السلع والخدمات بغرض التصنيع، بتستخدمها في الإنتاج. النوع الثاني منشآت تجارية، بمعنى المنشآت التجارية للمحلات سواء جملة أو تجزئة، ودي بتشتري السلع بغرض إعادة بيعها بس بربح، يختلف عن اللي قبليها. النوع الثالث اللي هو شو المنشآت الخدمية، ودي منشآت خدمية بمعنى بتبيع وتتعامل في خدمات، ودي بتشتري السلع والخدمات بغرض تقديم الخدمات. يعني لو شركة طيران مثلا عشان تشتغل وتأدي مهمتها بتضطر تشتري طيارات وتشتري تذاكر وتشتري اليونيفورم بتوع وتشتري حاجات كتير عشان تأدي خدمة النقل الجوي. آخر حاجة عندي اللي هي المنشآت، ودي يعني مش كل المنشآت، المنشآت الحكومية اللي هي قطاعات الحكومة وقطاعات الأعمال، ودي بتشتري السلع والخدمات بغرض تقديم الخدمة الحكومية أو الخدمة العامة. أسس تجزئة سوق المنشآت. بنقسم سوق المنشآت حسب نوع الصناعة اللي تنتمي إليها هذه المنشأة. فممكن أقسمهم إلى شركات بتنتمي لقطاع النقل، شركات قطاع النقل، شركات تنتمي إلى قطاع التعدين، شركات بتنتمي إلى أي قطاع آخر من قطاعات الصناعة. النوع الثاني من تجزئة السوق تقسيم حسب حجم المنشأة. يبقى أنا بقسم سوق المنشآت ده حسب حجم المنشأة. بنقسمه إلى منشآت صغيرة الحجم، منشآت متوسطة الحجم، قطاع ثالث منشآت كبيرة الحجم. نمرة 3 اللي هو أسس تجزئة سوق المنشآت، بنقسم المنشآت حسب حجم الأعمال. حجم الأعمال اللي بيقصد به هنا إيه بقى؟ رقم المبيعات والأرباح والحاجات دي، فبنقسمها حسب الرقم بتاعها. وممكن نقسمها حسب عمر المنشأة بقى قد إيه. في منشآت بتبقى لسه داخلة السوق جديدة، في منشآت يعني عمرها متوسط، في منشآت قديمة بقى لها فترة كبيرة في السوق. بعد كده نخش على الفصل الأخير وهو التسعير.
اول حاجه بنتكلم عليها مفهوم التسعير. الناس عايز السعر معناه ايه اللي احنا بندفعه مقابل السلع اللي احنا بنشتريها او الخدمه؟ قال لك هي كميه الفلوس اللي بندفعها او النقود اللي بندفعها في شراء السلعه او الخدمه. طبعا خلي بالنا ان السعر ده هو احد عناصر المزيج الترويجي. احنا عند المزيج التسويقي، المزيج التسويقي بيشمل المنتج والسعر والتوزيع والترويج. دول عناصر اللي هم الاربعه الرئيسيه. وده احد عناصر المزيج التسويقي. ونقدر نقول ان العنصر ده اللي هو السعر بيعتبر اكتر هذه العناصر الاربعه مرونه، يعني اقدر اغيره سواء بالارتفاع او الانخفاض بسهوله جدا. النقطه الثانيه هي اهداف السعر. لما اجي اسعر سلعه لابد ان يكون انا كمنشاه او كمسوق لابد ان يكون عندي هدف من السعر. نمره واحد، ودي اهداف كتيره والشركه بتختار الهدف اللي هو يناسبها وبالتالي بتضع الاستراتيجيات اللي بتحقق هذا الهدف. اول حاجه اهداف السعر، اول حاجه زياده معدل الشراء. فممكن اسعر السلع عشان ازود الكميه اللي بيشتريها العملاء او المعدل بتاع الشراء. العميل بيشتري مثلا مرتين في الاسبوع، انزل له السعر شويه فيشتري ثلاث مرات يبقى معدل الشراء زاد في الاسبوع. او نمره اثنين الهدف الثاني المحافظه على العملاء الحاليين. انا ببيع لمجموعه عملاء حاليين فعاوز احافظ عليهم. بمعنى لو ظهر لي منافس ممكن يخفض في السعر فانا بقدم برده السعر اللي هو يبقي على العملاء اللي انا بتعامل معاهم حاليا. ثلاثه جذب العملاء جدد. بان انا بعمل سعر اجذب بيه عملاء جدد، العملاء الجدد دول هجيبهم منين؟ هيكونوا عملاء لشركات منافسه، لشركات منافسه، فاجيبهم بدل ما بيشتروا من منافسين بيشتروا مني. اربعه تحقيق هدف ربحي معين، يعني ايه؟ انا عايز احقق ارباح معينه مثلا سي اي اي رقم ربح وليكن مثلا سي 20 مليون جنيه ربح. فبشوف الربح ده قد ايه وبحطه على التكاليف وبالتالي بروح اسمه على عدد السلع يديني سعر السلع. يبقى هنا دي كلها اهداف التسعير. العوامل المؤثره في تحديد السعر، في هنا عندنا مجموعتين من العوامل، عوامل داخل المنشاه وعوامل ايه خارج المنشاه. العوامل داخل المنشاه بنسميها عوامل داخليه، والعوامل خارج المنشاه بنسميها العوامل الايه ها الخارجيه. اول حاجه العوامل الخارجيه، نمره واحد الطلب. بنقول ايه؟ اول حاجه بيقول لك ان كل سعر سلعه بحدده، يعني لو حددت سعر السلعه 10 جنيه او 12 جنيه او 15 جنيه، كل سعر من دول هيديني طلب معين، مستوى طلب معين يديني ما اعرفه. وخلي بالي ان العلاقه بين الطلب والسعر علاقه عكسيه، يعني لو رفعت السعر الطلب بيقل والعكس صحيح. العلاقه بين السعر والطلب علاقه ايه؟ عكسيه. المسوق طبعا عند تحديد السعر يهمه معرفه حاجه اسمها مرونه الطلب. يعني ايه مرونه الطلب؟ يعني لما ازود السعر بمقدار معين هشوف الكميه المباعه او مطلوبه بقد ايه. اذا كان الطلب مرن التغير في السعر فان التغير في السعر يؤدي الى تغير عكسي في الايراد. يعني اذا كان الطلب مرن لو انا رفعت السعر هيقلل لي المبيعات والطلب يبقى مش مشكله. امال اذا كان الطلب غير مرن؟ قال لك التغير في السعر يؤدي الى تغير في الايه الايراد. العامل الخارجي التاني نمره اثنين المنافسه. المنافسه ان انا في السوق ببيع سلعه او خدمه معانا ليا منافسين اخرين بيبيعوا نفس المنتج او السلعه. المستهلك طبعا لما بيجي يشتري بيقارن بين سعر السلعه بتاعتي كشركه معانا سيم مثلا وقيمه السلعه دي وسعر وقيمه السلع اللي ايه المنافسه. المنشاه ايضا بتاعتي لما بتيجي تسعر بتاخد في الاعتبار اسعار المنافسين او الاستراتيجيات بتاعت السعر. السعر المرتفع والربح المرتفع كاستراتيجيه بيجذب المنافسين للدخول السوق والعكس صحيح. النقطه الثالثه بقى اللي هي التدخل الحكومي. بعض الحكومات لما تحدد سعر جبري لسلعه معينه ده بيأثر وبالتالي الشركه مفيش مفر قدامها غير انها تسعر بنفس السعر. العوامل الداخليه اهداف المنشاه، احنا قلنا طبعا ان كل منشاه بيلاقي اهدافها وبالتالي الاهداف دي بتأثر على اهداف التسويق وبالتالي بتأثر على اهداف التسعير. ده العامل الاولاني الداخلي. نمره اثنين درجه تميز المنتج بتاعي، انا المنتج بتاعي بيتميز عن المنافسين ولا لا؟ كلما كان المنتج اللي انا بقدمه كشركه بالسوق بيتميز عن منتجات المنافسه كانت حريتي في السعر اكبر في تحديد السعر، يعني اقدر احط السعر اللي انا عايزه. اذا كان مشابه يبقى انا في الحاله دي مفيش مر الا اذا كان سعري قد المنافسين. اخر حاجه اللي هي التكاليف. نمره العامل اللي هو الرابع اللي هو التكاليف. اي شركه بتهدف او بترغب في تحديد سعر يغطي التكاليف بتاعتها وحقق ربح مجزي وخصوصا التكلفه الحديه. خلي بالك ان التكلفه اللي هي المتغيره للسلعه دي بتمثل عندي الحد الادنى للسعر.
مثلا عندي الحد الادنى للسعر اللي ما اقدرش ابيع اقل. اساليب التسعير، عندي 3 طرق لايه التسعير. تسعير على اساس التكلفه، يبقى انا بعتمد على عنصر واحد بس اللي هو التكلفه، وبالتالي بنحدد السعر بناء على عنصر التكلفه، وبيتغير السعر بناء على التكلفه. اذا التكلفه زادت بزود السعر، اذا التكلفه قلت بقلل ايه السعر. الطريقه الثانيه تسعير على اسعار، او داخله هنا على اساس تكلفه، تسعير على اساس حاجه اسمها نسبه الاضافه. يعني ايه نسبه الاضافه؟ افترضنا محل الشراء سلعه ب 40 وباعها ب 50، الفرق بين ال 40 و 50 بيسبب مبلغ الاضافه. يبقى اذا نقدر نقول ان تكلفه السلعه زائد مبلغ الاضافه بتساوي سعر البيع. طبعا نسبه الاضافه معناها ان انا بنسب المبلغ الاضافه اما الى التكلفه، بيعتبر نسبه الاضافه على اساس التكلفه، او بنسبه على اساس سعر البيع، يبقى نسبه الاضافه على اساس سعر ايه البيع. النوع الطريقه الثانيه اللي هي التسعير على اساس قيمه السلعه عند العميل. هنا برضو زي احنا قلنا في التسعير على اساس التكلفه، ان السعر بيحدد على اساس التكلفه، وبالتالي السعر بيتغير ارتفاعا او انخفاضا على التكلفه. اما هنا بالنسبه للطريقه الثانيه اللي هي التسعير على اساس القيمه اللي هي قيمه السلعه لدى المنشاه، برضو السعر بيتحدد بناء على عامل واحد وهو قيمه السلعه عند العميل اللي بيشتريها، وبالتالي السعر بيتغير ارتفاعا او انخفاضا مع تغير القيمه. يعني اذا العميل حس ان سلعه قيمتها زادت او اعلى، فبعلي له السعر. اذا حس ان قيمتها قليله فبنزل السعر. تسعير على اساس المنافسه، برضه هنا نفس الفكره، بسعر السلعه بناء على عامل واحد وهو المنافسين بتوعي او اسعار المنافسين بتوعي. فاذا كان بحدد السعر ازاي، اما السعر بتاعي بيكون في نفس اسعار المنافسين، ودي بتبعها اذا كان منتجي يعني مشابه لمنتج المنافسين، او التسعير اعلى من المنافسين، ودي بتبعها امتى؟ اذا كان المنتج بتاعي بيتميز بخصائص واحسن من المنافسين، فاحط سعر اعلى من المنافسين، او ان انا اسعر بسعر اقل من المنافسين. التسعير النفسي دي في بعض الطرق داخل فيها الناحيه النفسيه، زي ايه؟ قال لي اسعار الاستدراج. اسعار الاستدراج يعني شركه او محل بيبيع اكتر من سلعه الف وب وج وده اللي هي الى اخره، وكل واحده فيها ليهم سعر، فالعميل المحل بيختار سلعه معينه معروفه عند العميل وعارف سعرها، وليكن مثلا 10 جنيه وراح حاطط عليها سعر منخفض جدا وليكن مثلا 4 جنيه، فطبعا العميل يجي يشتريها عارف ان هي بتتباع في كل حته ب 10، فيشتريها ب 4 جنيه. ولما يجي يشتريها اقول له احنا عندنا سلعه ثانيه رخيصه، وهو عامل ايه بقى؟ اللي خفضه هنا على السلعه دي بيحطه على السلعه الثانيه، فيروح بيع له السلعه الثانيه بسعر اعلى من اللازم، وبالتالي كانه ايه؟ ما عملش حاجه. يبقى هنا بنسميها اسعار الاستدراج. الطريقه الثانيه في التسعير النفسي اللي هي الاسعار الكسريه. الاسعار الكسريه بحيث يعني بنسعر السلعه بحيث سعرها يقل عن ال10 القادمه او ال100 القادمه او ال1000 القادمه. يعني السلعه بدل ما اقول مثلا ايه ب100 جنيه اقول مثلا ب95 ب99 ب98، بدل ما اقول السلعه دي ب5000 جنيه اقول ايه انزل شويه 4900 مثلا 95 وهكذا. بتدي لي فرق ان يعني لحق للعميل ان في فرق. تسعير بقى المنتجات الجديده، عندي تسعير المنتجات الجديده عندي استراتيجيتين، استراتيجيه حاجه اسمها كشط السوق وعكسها استراتيجيه التغلغل في السوق. كشط السوق بمعناها ايه؟ قال لك هنا بنسعر المنتج الجديد باعلى سعر ممكن، وبعدين بعد شويه ابدا انزل بالسعر. ودي بتستخدم في حاله السلع، كل ما تكون السلع لها خصائص فريده، يعني ما فيش في سلع منافسه زيها، وفي حاله وجود كميه كافيه او عدد كافي من المستهلكين مستعدين لشراء السلعه بالسعر المرتفع اللي انا حطيته له. والحاله الثالثه اللي هي عدم قدره المنافسين على دخول السوق بسرعه، مش قادرين يخشوا السوق بسرعه. الاستراتيجيه الثانيه اللي هي استراتيجيه اختراق السوق اللي هي ماركت بنتريشن. بنخترق السوق بمعنى عكس الطريقه الثانيه الاولى اللي هي كشط السوق. يعني بنحدد سعر المنتج الجديد اقل سعر ممكن، دي بنسميها استراتيجيه تمسكن لحد ما تتمكن، بمعنى احدد سعر منخفض جدا كل ابيع بكميات كبيره وانتشر جغرافيا، وبعدين العميل لما يشتريها واتعود عليها ابدا شويه شويه ابدا ارفع له الايه السعر. ودي بتستخدم في حال اذا كان السوق حساس للسعر، عنده حساسيه عاليه للسعر، فما خفض له السعر يشتروا كتير. نمره 2 عدم وجود عدد كافي من المستهلكين اللي يقدروا يشتروا السلعه بالسعر المرتفع في حاله القشط.
الحاجه الثالثه هي اللي هي السعر المنخفض. طبعا لما انا اسعر السلعه بسعر منخفض هيمنع المنافسين، مش هيغريهم ان هم يخشوا السوق وينافسوني. اخر حاجه بقى ان انا لما اعمل اختراع للسوق هبيع بكميات كبيره، يبقى اذا تكاليف الانتاج والتسويق بالتاكيد هتحاول ان هي هتنخفض مع تزايد حجم الانتاج والمبيعات. التميز في الاسعار. يعني ايه التمييز في الاسعار؟ معناها ببيع سلعه، نفس السلعه او الخدمه باكتر من سعر رغم ان تكلفتها واحده. والتمييز ده اكتر من نوع، التمييز على اساس المستهلك ومعناها نمره واحد. التمييز على اساس المستهلك وفيها بيختلف سعر السلع او الخدمه من مستهلك لاخر حسب حجم الطلبيه او المساومه. يعني مثلا اقول السلعه دي ب 10، العميل اللي يقدر يساوم معايا ويفاصل هنزله، واللي ما بيساومش خلاص. او حسب حجم الطلبيه، اللي هيشتري كميه كبيره ادي له خصم، واللي هيشتري كميه مش هدي له خصم. التمييز على اساس المنتجات معناها ايه؟ ان بتباع الاشكال والالوان المختلفه للسلعه الواحده باكتر من سعر رغم ان التكلفه واحده. ودي في المحلات بتاعت الملابس الجاهزه، بينقي القمصان او الملابس او البناطيل اللي هي لها الوان شيك شويه ويديها سعر عالي، واللي الوانها مش قوي بيديها سعر اقل. تمييز على اساس المكان معناها ان سعر السلعه بيختلف حسب المكان. لكل مكان سعر، زي السينما هتلاقي في بلكون، في صاله، في كذا، وحسب المسرح برضو اللي قدام غير الورا، غير هنا غير هنا. وزي استاد الكره، في عند المقصوره درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه، كل مكان له سعر رغم ان كلهم بيتفرجوا على ماتش واحد. تسعير على اساس الزمان، بتحدد اسعار مختلفه للسلع او الخدمه حسب زمان ووقت شرائها. يعني مثلا كان عندنا لحد فتره معينه في شركات الاتصال كانت تقول لك لحد الساعه 11 مثلا في بعض البلدان اللي هي سعر لتقليه المكالمه، وبعد الساعه 11 في سعر اخر. الخصم هنا، الخصم هنا ثلاث انواع. نمره واحد خصم وظيفي او تجاري. الخصم الوظيفي او التجاري ده نمره واحد بنديه للتجار نظير قيام من بوظائف معينه، ان هو بينقل او بيخزن او بيروج للسلعه بتاعتي، فبدي له خصم معين. فبنسمي الخصم ده خصم وظيفي او تجاري، اللي هو كوميرشال ايه ديسكاونت. النوع الثاني اللي هو خصم الكميه، اللي هو كوانتيتي ديسكاونت، وهو خصم الكميه. يعني الخصم اللي بنقدمه للعملاء نظير شرائهم كميات كبيره. والخصم بتاع الكميه ده قد يكون نوعين، في خصم مجمع وخصم غير مجمع. خصم مجمع يعني ايه؟ معناه بشوف اللي اشتراه العميل خلال فتره معينه وليكن شهر مثلا، واذا وصل لحد معين ادي له خصم، والعكس صحيح. طب الخصم غير مجمع معناه ايه؟ على كل طلبيه ادي له خصم. اخر حاجه اللي هو الخصم النقدي او خصم تعجيل الدفع، وده في حاله المبيعات الاجله، وده في حاله المبيعات الاجله اذا العميل سدد لي بسرعه. ده طبعا بكل التجار، يعني زي الصيدليات الى اخره، لما بيبيعوا طلبيه بيشتروا طلبيه معينه من او اوردر معين من شركات الادويه، فبياخدوا فتره سماح معينه، اذا سدد قبلها فبياخد خصم.